السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل بريك اوت رومز في زوم. أنا بدخل على الزوم عن طريق مسرح الحنوخ، طبعا على أساس يعطيني الوقت بدون تحديد. بعمل هزدهوت، بعدها بدخل على سيتينج. في سيتينج أنا في عندي هنا عدة أوبشنز، فأنا بختار الأدفانسد. واحدة من الأوبشنز هي بريك اوت رومز. Allow host to split meeting participants into separate smaller rooms. فأنا بعملها، هي طبعا بتكون disabled، أنا بعملها enable. كيف بشوف هذا الإشي في الميتينج؟ أنا بدخل على الميتينج، ببلشه، لما أطلع من هاد ببلش. أوكي، طيب سو انا هون عندي الزوم ميتينج، عندي هون البارتيسيبانت. واحدة من الاوبشنز اللي انضافت لي هي بريك اوت رومز، فانا بضغط عليها. مثال بيكون عندنا 30 طالب بالصف، انا فعاليتي بتقتصر على 5 rooms مثلا او 10 rooms، انا بختار عدد الرومز اللي انا بدي اياها. هون ساعتها بكتب لي اذا عندي 30 طالب 3 participants per room، ساعتها بيكون عندي بكل مجموعة عدد الطلاب اللي أنا بختاره. الفكرة هون إني أنا ممكن أعمل هذا الإشي مانيولي، ساعتها أنا بختار الطالب بأي مجموعة يكون، ضمن أي إطار بأي مجموعة، أو أوتوماتيكلي ساعتها الزوم divides the rooms، يعني هو اللي بقسم الغرف وبقسم الطلاب على الغرف. بعد ما اخلص الهكدروت انا بعمل create rooms، ببينوا عندي الرومز. طبعا بقدر اعملهم كل مني، بقدر اعمل rename، اسمي الروم نفسها باسم معين هون لانه ما عندي الطلاب ببينوش، ولكن هون اذا بفتح الاشياء ببينوا عند الطلاب. كل طالب بنضم رح يبين عنده دائرة خضراء، فهو رح يكون داخل بدائرة خضراء، يعني هو موجود في قلب الروم اللي انا وديته عليها. طبعا الطلاب ببين عندهم بالمساخ إشي الحلون اللي هو مكتوب عليه join، ساعتها هو بنضم للروم اللي هو أتودع عليها. شغلة مهمة جدا، أنا براقب طبعا كل الطلاب إذا هم موجودين بالرومز ولا لا. إذا في عندي طالب مش موجود فأنا مجبورة أعمل له move to، في عندي هنا بتكون option move to، ساعتها أنا بنقله على فرقة تانية، أو كان أي مشكلة مثلا بنقل طالب لطالب. غير هيك أنا ممكن أعمل join لكل روم انا بدي اياها. فانا بفوت مثلا على مثلا breakout room 1، بدخل هون بيكون عندي مكتوب join، طبعا هون لانه ما في طلاب بدخل على join وبفوت بعطيهم التعليمات، بساعدهم اذا في مساعدة. شغلة اضافية الزوم بتوفرها للمشتركين اللي هي انه ممكن الطالب ask for help، طبعا هي مش مبينة عندي هون، بتكون مبينة عندهم في الروم نفسها، بيكون انه اطلب مساعدة. فانا ببين عندي كمعلمة او كهوست للميتينج نفسه، ببين عندي انه مثلا room number one او breakout room one needs help. So انا بعمل join وبنضم منهم. واخر شيء انا هنا breakout rooms، طبعا التقسيم وعدد الطلاب كله برجع على هدف الفعالية نفسها، هدف التقسيم نفسه. بعمل end للبريك اوت جونز، ساعتها برجع الطلاب عندي على المين.